إذن بسم الله على بركة الله بين لكم هذا الشارع محمد الخامس والأشغال والرونق والجمالية باش غيرجع هذا الشارع محمد الخامس. حنا كنتوجهوا هنا، هذه إن زكان، ها هيك مدينة إن زكان. هنا النقطة فاش الحدودية، فاش كاين الحدود بين جماعتين بجوج، الجماعة الحضارية تشيرة الجهادية والجماعة الحضارية إن زكان. هذا هو شارع الجيش الملكي، وهذا كيف ما كتشوفوا الازدحام اللي كيكون في هذا الشارع. هذه المدخل ديال مدينة تشيرة، غندخلوا دابا لتشيرة إن شاء الله. وهذا هو شارع محمد الخامس اللي فيه الأشغال، ها هي مدينة تشيرة. دخلنا لمدينة تشيرة وهذا البلانو ديال الأشغال اللي معاونا فيه المجلس عمالة إن زكان يتملول، العمران، جهة سويس مرسى، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عمالة إن زكان يتملول. وهذا البروجي كيفما كتشوفوا قراوه مزيان. المدة ديال الأشغال مهم، الأساس غنمشيو ليه، المدة ديال الأشغال 10 أشهر، ودايزة تقريبا شي شهرين، باقية شي 8 شهور. إذا من هنا للصيف إن شاء الله هذا الشارع ديال محمد الخامس غنشوفوه في رونقية والجمالية ديالو. وكنشكروا الصاهرين والقايمين على هذا الشارع، خاصة رئيس المجلس البلدي ديال تشيرة السي إبراهيم، والجميع الغيورين على مدينة تشيرة، خاصة هذا الشارع اللي غادي يكون من أجمل شوارع في عمالة إن زكان أي تملول ككل، شارع محمد الخامس. وحنا في المدخل ديال مدينة تشيرة، هنا مازال ما فيهش الأشغال كيف ما كتشوفوا، لأن حتى هذا النخل كلشي غادي يتحيد، إنما الأشغال داز هنايا فحيدوا هاد السقوفة اللي كانوا هنايا اللي كانوا كيهددوا المرة. مي الشارع النخل باقي في هذا الشارع، مازال ما محيدش، والعلامات ديال الأشغال في المدخل ديال مدينة تشيرة في منطقة الحدودية، يعني الشرق في المنطقة الحدودية، الغرب عفوا، منطقة الغرب في المنطقة الحدودية بين الجماعتين إن زكان وتشيرة الجهادية. كيف ما كتشوفوا كم السقاف ديال هذه المنطقة محيدين اللي كانوا كيهددوا المرة، ولكن الحمد لله ما بقاوش. إذا كيف ما كتشوفوا شارع محمد الخامس هذه البداية ديالو، والأشغال هنا مازال ما بانتش الآثار ديال الأشغال. حنا غنتبعوا وغتبعوا معايا حتى المنطقة ديال الحدود بين العمالتين إن زكان يتملول وأكاديريدا وثنان، والجماعات الحضارية بجوج، تشيرة الجهادية و الجماعة الحضارية ديال أكادير. هذه مسجد ومدرسة كبيرة في تشيرة الجهادية، مدرسة تعليم القرآن الكريم، تخرجوا فيه عدد كبير ديال الأئمة والفقهاء. وهذه المصلى الداخل هنا فاش كيوديوه السكان ديال الأحياء المجاورة صلاة العيدين، هنا معروف بأمو غاي. كيف ما كتشوفوا يعني الاشغال مازال ما كايناش هنا، مازال ما كايناش يعني الاطار ديال الاشغال والعمال. هذا واحد المركب السميه ديال المايسترو تازنزرت عبد الهادي ايغوت، بارك الله، مركب جميل، دار الفنون ايغوت عبد الهادي. هنا معروف بالأحياء اللي عندها واحد التاريخ قديم وعريق في مدينة تشيرة الجهادية، وبالأسماء ديال الأمازيغية كأموغاي هو هذا، والمرس رالي أسرقال قريب ليه، وكذلك تيغموف لا أيتوبي، الأسماء يعني
كيقروا معي الى اخره. الاسماء ديال الاحياء مدينه تشيرة عفوا عندها طابع امازيغي. هنا بنت الاشغال الشجر بداو في الشجر راه له يعني حيدوا الفوق ديال الشجر، من بعد غتجي الاله اللي غادي تحيد الشجر هنا بالعروق ديالو. اذا شارع محمد الخامس هذا الملتقى. اذا هذه معلمه ديال التشيرة الجهاديه. كيف ما كنشوفوا هاد الخلاله وهاد اللوطار في هاد الملتقى ديال شارع محمد الخامس وشارع بئر انزران اللي كيدخل التشيرة الوسط ديال التشيرة. هاد الخلاله يعني معروفه عند الامازيغ، وهاد اللوطار معروفه عند الموسيقيين الامازيغ هنا في جنوب المغرب او في وسط المغرب جهه سوس مسا. التشيرة هي عاصمة الفن الأمازيغي. هاد كيف ما كنقولوا الحي المحمدي في الدار البيضاء، هذه مدينة تشيرة وكذلك مدرسة ديال الفنانين الأمازيغيين المغربيين. هنا فاش كاينين عدة مدارس، هذا هو الشارع بئر انزران اللي كيدخل وسط ديال تشيرة الجهادية. و هاد الملتقى ما عرفناش واش غيبقى مني غيتعاود الهيكله ولا الاصلاح ولا الاشغال اللي كاينه في هذا الشارع ديال محمد الخامس. هذا الملتقى واش غيبقى ولا غيتحيد لشي بلاصه اخرى وغيولي شي حاجه بلاصتو، الله اعلم. اذا الشهور القادمه ان شاء الله غتورينا هذا الملتقى واش غيبقى ولا لا. اذا هذا واحد المعمل، كيف ما كتشوف هذا المعمل كان كيخرج الدخاخين ولا الدخان من منه كيلوت متين تشيرة، ولكن حاليا ان شاء الله راه غادي يمشي لشي جهه اخرى. كيف ما قلنا هذا شارع محمد الخامس غادي يرجع من احسن ومن اجمل شوارع عملات انزكان اي تملول. وهذا الشارع كيجوز على عدة أحياء في مدينة تشيرة الجهادية وكيربط بين تشيرة إنزكان وأكادير. وفي هاد الشارع نيت فاش كاينة الجامعة الحضرية ديال تشيرة الجهادية، هذه هي الجامعة، الجامعة الحضرية، وكاينة في هاد الشارع ديال محمد الخامس. كيف ما قلت لكم أنه غادي يرجع من أحسن الشوارع في مدينته إنزكان ككل أي تملول أو العمالة بأسرها. هالشارع شارع محمد الخميس وجايز هذا الشارع على حتى البارك ديال الألعاب، وهاد القاعة اللي كيجيو ليها الشباب الجيروي. هاد الفضاء ديال الأحسن بوغرافاوي وكيتوجه الساحة الألعاب ديال الأطفال. كيف ما كنشوفوا هنايا ماشي غير الألعاب ديال الأطفال فقط، بل حتى الألعاب ديال الناس الكبار. من هنا كتبان لينا البلانو ديال الأشغال اللي شفنا أنه هاد الشارع غادي يمشي التالي، غادي يولي من أكبر الشوارع في مدينة تشيرة الجهادية. هاد الشارع محمد الخامس اللي معروف تشيرة الجهادية اللي كيربط بين أحياء مدينة أكادير وتشيرة الجهادية وأحياء مدينة إنزكان. هنا هما الأشغال كيف ما قلنا لكم، هما بداو حتى الشاحنات اللي كيهزوا المخلفات ديال البناء. هانتوما شفتو الشارع راه غيمشي التالي، يعني الشارع غادي يولي كبير، غادي تزاد ليه واحد المسافة كبيرة باش يولي من أحسن ومن أجمل شوارع عملة إنزكان أي تملول ككل. وهذا الشارع كيتوجد في مدينة تشيرة، واخا واحد الجزء كبير منه وكذلك كيتواجد في مدينة إنزكان. هانتوما شوفوا الأشغال، هذا الشارع غادي يولي كبير، غتزاد لي واحد المسافة كبيرة كيف ما كتشوفوا. وهذا الشارع معروف هاد البليصة بالضبط
سيدي فارس محلات ديال بيع وشراء السيارات المستعمله. هذا الطريح ديال سيدي فارس ومعروف السيره هذه. يعني كيف ما كتشوفوا الشارع ان شاء الله التروتوار، شتوه الشارع فين غيمشي؟ الشارع راه غيمشي تالي ها التروتوار كتبان لكم، غيجي من لهي ها هو التروتوار كيف ما قلت لكم. هنا دابا يولي كامل الشارع تالي، هنا راه داز فيه واحد المرحلة متقدمة ديال الأشغال اللي كانت هنا الأشجار حيدوهم، ربما غيرجعوهم وربما غيمشيو بلايص أخرى، وربما غتكون نوع ديال النباتات والأشجار في هذا الشارع ديال محمد الخامس اللي كيربط بين أحياء أدرار الدرارقة وكذلك تيليلا. وشوفوا حل الجبال مدينة تشيرة الجهادية الإنز كانطراس. هذا واحد المستثمر دار هنا واحد المطعم تسلمت من احسن المطاعم العشاق ديال مأكولات خيرات البحر. ها هو كنشكركم تجيو تزوروه، كنشكر هاد المستثمرين اللي كيستثمروا في المدن ديالهم. التروتوار كيف ما كتشوفوه ها هي تغييرات ولات التروتوار من اللي كنشوفو في الشوارع ديال مدينة أكادير ديال شارع محمد الخامس، غيرجع في الرونقية والجمالية ديالو في مدينة تشيرة. قريبا إن شاء الله غنشوفوه من أحسن الشوارع عملة إنز كان يتملو ككل. ما نساوش أنه المدخل ديال مدينة أزرو في الجامعة الحضرية ديال أيت ملول، يعني روعة والجمالية ديال المدخل ديال مدينة أزرو، وكذلك الجمالية ديال مدخل وسط مدينة القليعة الجامعة القروية عفوا الجامعة الحضرية القليعة. بارك الله رجعت المدخل حتى هو روعة إن شاء الله. أكادير كيتغير، أكادير كبير من القليعة حتى أنزا، ما نساوش المدن المجاورة ديال مدينة أكادير. كنشوفوا بارك الله التغيير. هنا كاين واحد الرومبان كبير، ربما على ما اظن ما بانش لهنا البلانو، كيقولوا والعلم لله هادشي غيوريه لينا الايامات الجايين. كيقولوا انه من الممكن باش يكون هنا النفق كيف ما شفنا في الانفاق ديال اكادير. وانا واحد الملتقى ديال طرقي مهم، وهاد الطريق ان شاء الله قريب غنقربها لكم، حتى هي جديدة قربات احياء عديدة لتيكيوين شيرة بن سرقا واحياء اخرين ان شاء الله. قريبا ان شاء الله غنبين لكم هاد الشارع الجديد ان شاء الله. اذا هنا كيقول ربما يكون نفق حدا محطة تزويد الوقود ومطعم سيدي فارس، كيقولوا انه هنا غادي يكون واحد النفق والله اعلم. انتم كنشوفوا هنا اللي تسطر بالبيض، يعني هنا غتوصل ليه الاشغال. هنا مازال ما فيهش الاشغال فبالضبط حدا محطة ديال سيدي فارس، ولكن الا لفتنا بواحد شويه كاينين الاشغال. ها انتم كتلي الجهه الاخرى اللي مسطره بالبيض، كلشي تما غادي توصلوا هاد الطريق ولا هاد الشارع ديال محمد الخامس التشيره الجهاديه اللي كيربط بين عماله إنز كان أيت ملول والعماله ديال أكادير إيدا وتنانا. يعني إن شاء الله هاد الشارع إن شاء الله نشوفوا هاد البلانو شنو كاين هنا. نعتذر لكم على الإزعاج، هاد الشيء خاص للبلانو باش السائقين ما يتقلقوش، خاصة وقت الدروا ملي كيكون هذا الشارع مكتظ بالسيارات والعربات. ولكن الخير الكثير انه هذا الشارع غيولي كبير ان شاء الله.
وكيف ما قلت لكم قريبا ان شاء الله حتى هذا الشارع ان شاء الله غنقربوا لكم، لان حتى هنا غادي يتغير. شفتوا الاشغال هنا دابا راه تابعه اداريه لمدينه اكادير، هنا غادي يدوز فيه الترامواي باص، يعني ديك الحافلات الجديده ان شاء الله هنا فاش غادي يدوز ايه غتدخل الاحياء ديال تيكيوين، وغنقرب لكم الاشغال ديالها قريبا عاجلا ان شاء الله. دابا دائما مع اخوكم عبد الله قدوت. اذا تبعتوا معنا من الحدود ديال الجماعات بجوج ديال انزكان ايت ملول وديال شيراء، قرب باش نوصلوا للملتقى فاش كاين الحدود ديال عمالتين وجماعتين، هما الجماعه الحضاريه ديال تشيله الجهاديه والجماعه الحضاريه ديال اكادير والعماله ديال انزكان حي تملول، وكذلك العماله ديال اكادير حيده وثنان. قريب باش نوصلوا لذاك الرومبان فاش كاين الحدود بين العمالتين. اذا انا كنشوفوا الشاحنات، لان الشاحنات هما اللي الدين والرجلين ديال الاقتصاد، كيساهموا بواحد النسبه كبيره في الاشغال المجال الحضاري والقروي والجبال. تحيه لسائقين الشاحنات اينما كيشوفوا هذا الفيديو، كنسلم عليهم وكنرسل لهم واحد التحيه خاصه، كنقول لهم برافو عليكم السائق المهني ديال الشاحنات اللي كيربط بين اوروبا افريقيا، كيشتغل في اعمال شاقه في الجبال السهول الى اخره. اذا هنا شفتوا التروطوار، ها هي راه كحاس هنا، وهنا ربما راه فيه الكوش الاول، ها هو نفوتوا هاد الطوموبيله باش ها هو الكوش الاول. شفتوا ها دابا هنا كلشي راه تعود، وهنا الكوش الاول ديال القدرون. قريبا ان شاء الله غادي تنتهي الاشغال في هذا الشارع كاكبر شوارع واجمل شوارع في مدينه تشيره الجهاديه عماله انزكان ايت ملول. في حتى موقف ديال السيارات كيف ما كتشوفوا، الموقف راه هو كيف ما كتشوفوا التروطوار سار هنا، ولكن هنا دابا فاش في كاميو مستقبلا راه ممنوع الوقوف، اللي بغى يوقف على البارك كيف ما كتشوفوها، هو هذا هو البارك ديال وقوف السيارات. اذا انا تبعتوا معنا من الملتقى ديال شارع الجيش الملكي في انزكان، والملتقى شارع محمد الخامس هو هذا اللي تبعتوا معنا في النقطة الحدودية بين الجماعتين حضاريتين تشيرة الجهادية وإنزكان. وهذا الشارع أكيد أنه كيمر على مدينة إنزكان وفي وسط مدينة إنزكان، يعني كيف ما كتشوفوا الأشغال جارية، راه كانت الطريق هنا ولكن راه جابوها التالي، يعني كحجزوها نيف كيف ما كتشوفوها العلامة. ها المسافة نيت كبيرة، لا هاد الجهة لا الجهة الأخرى، فهي يعني بجهتين باش يعطي هاد الشارع الرونقية والجمالية ديالو. خاصة هاد الشارع كيتلقى مع الطريق المدارية القديمة ديال أكادير الكبير. وحتى الطريق ديال يعني داخله الأدرار كتفوت أدرار كتطلع لشوف واحد الجبال باش تلقى مع الطريق المدارية الجديدة ديال مدينة أكادير بين المطار الميناء. هنا كيتواجد أكبر أسواق، هنا في جهة سوس مسا كبار سوق ديال شركة كارفور كيتواجد هنا، وعدة محلات تجارية وماركات عالمية.
اللي كتواجد في هذا السوق. إذن هنا دابا هي نهاية الأشغال، هذا الملتقى وفي هذا الرمبا، وهذا الرمبا أكيد 100% غادي يكون فيه النفق، لأن كيكون فيه الاكتضاض. إذن في هذا الرمبا اللي حدا كارفور مستقبلا إن شاء الله إذن هذا الرمبا كيكون فيه الازدحام، خاصة في وقت الدروة اللي كيتوجهنا في حي أدرار، والنقطة الحدودية بين الجهتين والعمالتين، عفوا بين العمالتين والجماعات الحضارية بجوج. هاد الشارع عفوا هاد النفق هنا غيكون فيه النفق 100%، لأنه كيكون هنايا واحد الصحن كبير لمرور العربات اليومية، وباش يسهلوا المأمورية إن شاء الله غادي يكون هنا نفق إن شاء الله قريبا عاجلا إن شاء الله غادي يكون هنا نفق. كيف ما كتشوفوا الطريق المدارية قديمة، ولكن الطريق المدارية الجديدة. المهم راه كاينة بعيدة على هنا بشي 5 كيلومتر. إذن هنا حنا دابا كنتواجدوا في عمالة إنزكان أيت ملول، وبالدائرة الحضارية تيكيوين، الجامعة الحضارية أكادير داو تنان. هذا حي أدرار، والطريق مباشرة راه كتدي لسفوح الجبال، والطريق المدارية الجديدة بين المطار المسيرة للميناء. إذن هذا هو السوق كارفور، ندخلو نديرو فيه واحد الدورة إن شاء الله شخصيا. وهنا عبد الله قدود كيقول لكم إلى فرصة قادمة إن شاء الله. قربت لكم شارع محمد الخامس التشيرات الجهادية والأشغال، وصلت وتقدمت واحد النسبة كبيرة. شكرا.